أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. بداية نستهلها بأبرز العناوين. تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت. تدشين مشروع مياه منطقة الصدارة وضواحيها بمديرية حجر. تدشين فعاليات الذكرى المئوية بمدرسة مكارم الأخلاق التاريخية بمديرية الشيخ. أهلا بكم. دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم دورتي المهام الخاصة والتشريفات لأفراد لواء الريان ولواء الشرطة العسكرية. وفي التدشين أكد محافظ حضرموت على أهمية التدريب لقوات المنطقة العسكرية الثانية خاصة الدورات التخصصية، مشددا على ضرورة التحلي بأخلاق والانضباط ونقل ما تلقوه من معارف وتنفيذها على أرض الواقع. وأشاد في ذات الوقت بأن الدور الكبير لقطاع التدريب المنطقة الثانية من سقي المهارات الجندي في الميدان حتى يصبح قادرا على حماية نفسه ووطنه وكذا تهذيبه عسكريا. كرم محافظ محافظة حضرموت اليوم فريقي ناديي هلال فوة ووحدة تريم لألعاب القوى وناديي البرق، وذلك لإحرازهما لقبي بطل ووصيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى والدراجات الهوائية بطولة المحبة والسلام التي احتضنتها العاصمة عدن مؤخرا. وخلال استقبال المحافظ للفرق ألقى كلمة هنأهم فيها بهذه الإنجازات التي تضاف لإنجازات حضرموت في جميع الألعاب الرياضية. وقال المحافظ إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعرب عن ارتياحها لتحقيق شباب المحافظة البطولات والمراكز المتقدمة في الألعاب الرياضية. وكان مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي تقدم بخالص الشكر للمحافظ البحسني لدعمه المتواصل للشباب الرياضي في عموم المحافظة. عقب ذلك كرم المحافظ بعثات الفرق الفائزة بحوافز مالية. تدارس لقاء عقد اليوم بمدينة سيئون في حضرموت برئاسة السلطة المحلية لوادي وصحراء حضرموت إشكالية تبعية منطقة بطيمة المعروفة بأبو ظبي الواقعة في الهضبة الغربية بالمحافظة. وجرى في اللقاء تشكيل لجنة لمقابلة محافظ المحافظة لإعادة النظر في الإجراء الإداري بشأن تبعية تلك المنطقة باعتمادها التابعة إدارية لمديرية غيبة وزير بساحل حضرموت. وأبدى الحاضرون جملة من الملاحظات والوثائق والأدلة التي توضح بأن منطقة بطيمة المعروفة بأبو ظبي تابعة إدارية لمديرية وادي العين وحورة. وأوضحت السلطة المحلية بالوادي والصحراء بأن لقاء اللجنة بمحافظ حضرموت سيسهم بشكل كبير في توضيح الصورة العامة وإزالة اللبس حول قضية تبعية تلك المنطقة واتخاذ إجراءات مناسبة بهذا الخصوص في الأيام القادمة. نظمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب سيئون الدورة التدريبية TOT التي تمولها السلطة المحلية بالمحافظة. وتستهدف الدورة على مدى 10 أيام 30 مشاركا من كوادر وقيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء. وفي افتتاح الدورة أشارت كلمة سلطة الوادي والصحراء إلى أن الموظفين يحتاجون بشكل دائم إلى التدريب والتأهيل باعتباره عامل يساعد على الإدارة السليمة. من جانبه لفت مدرب الدورة المدرب الدولي عمر دومان إلى أن البرنامج يتضمن 20 دورة تدريبية يخرج منها المتدرب مشخص للحالة الإدارية التي يعمل بها ويقدم مقترحات بالعلاج المناسب لكافة الإشكاليات والصعوبات في بيئة العمل، والتي بدورها ستؤسس بناء إداري متكامل ينهض بالقطاعات الحكومية والخاصة نحو التنمية والنهضة الرائدة. قدمت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني ومكتب وزارة الثقافة وإذاعة المكلا درع التميز الثقافي والإعلامي الإذاعي للأستاذة القديرة أنيسة خميس بن جبيرة نظير الدور الإبداعي الذي قامت به في التمثيل والمسرح والإذاعة ومعدة ومخرجة برامجية لأكثر من 40 عاما.
وخلال الزيارة أشاد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم بأعمال الأستاذة أنيسة خميس في مجال المسرح والإذاعة والدراما الذي يسجل في صفحات الإبداع الحضرمي. من جانبها أعربت الأستاذة أنيسة خميس عن شكرها لهذه اللفتة الجميلة التي تؤكد الاهتمام بالمبدعين عامة والمسرحيين خاصة، مقدرة في الوقت ذاته اهتمام محافظ محافظة حضرموت بالتكفل بعلاجها من الأزمة الصحية التي ألمت بها. رأس مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم اجتماع لمدراء الفروع التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت، وناقش الاجتماع عدد من الإجراءات الخاصة باستعدادات الفروع لصيف العام الجاري وأوضاع الفروع، ودعا الاجتماع إلى متابعة تقارير مراقبة الموازنة المرفوعة من قبل المراجعة وأسباب تأخرها وتأخر الإغلاقات الحسابية الشهرية للإدارة العامة والفروع. وتم الاتفاق على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري نصف سنوية. التقت قيادة الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت بمكتبها نظيرتها قيادة الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوادي وصحراء المحافظة لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الجهتين. ويهدف الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الواجبات الزكوية بالساحل الأستاذ هشام بحميد ومدير عام الواجبات الزكوية بالوادي الأستاذ سالم بامحرزة لتبادل الخبرات المشتركة والتطلعات المستقبلية في عملية التحصيل للموارد الزكوية وبحث آلية التعامل مع المكلفين المشتركة. وناقش الاجتماع النشاط والتقارير الشهرية والسنوية للإدارتين خلال العام المالي المنصرم، وكذا التطرق لأبرز الإنجازات المحققة والصعوبات التي تعثر عملية تحصيل الموارد الزكوية والبحث عن حلول لمعالجتها، إلى جانب استعراض المحاضر السابقة وما تم إنجازه فيها واستكمال ما تبقى منها. هذا وتطرق النقاش أيضا إلى موضوع الشركات التي تدفع مبالغ ضئيلة بحجة دفع الزكاة في المركز الرئيسي والبحث عن معالجات وحلول لها. دشنت جامعة حضرموت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب الجامعة تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن لعام 2019 للميلاد. ويناقش المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خمش بأن الجامعة ستسجل 100 براءة اختراع لطلابها، مؤكدا في الوقت ذاته بأن جامعة حضرموت تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة المختلفة. من جهته قال رئيس لجنة المؤتمر العلمي الدكتور خالد الرباكي أن هذا المؤتمر سيشارك فيه 33 بحثا علمي من مشاريع التخرج لطلاب جامعة حضرموت في جميع الكليات، مشيرا إلى أن المؤتمر العلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي للطلاب. أبحاث العلمية طبعا بكل تأكيد هي ركيزة أساسية في عملية خدمة التنمية، التنمية المنشودة التي جميعا نتطلع لها. هذه الأبحاث على فكرة تحل بعض القضايا وتلامس بعض المشاكل المحلية. طبعا هذه الأبحاث عدوها ومن قبل الطلاب أشرفوا عليها أساتذة جلاء من جامعة حضرموت. نتمنى أن من الحاضرين جميعا من جميع الحضور والاستماع إلى هذه المناقشات الجميلة التي الآن حاصلة في القاعة علي أحمد باكر. دشن بمنطقة الصدارة في مديرية حجر مشروع مياه الصدارة وضواحيها برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت وبدعم من منظمة اليونيسف وبتمويل المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح مدير عام الهيئة العامة لمشاريع المياه الريف بساحل حضرموت زاهر الكثيري بأن المشروع يتكون من تمديدات أنابيب بولي إيثيلين بطول 41 كيلومتر مختلفة الأقطار وتوصيلات منزلية و800 عداد،
ويعمل المشروع بمدختي رفع تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 70 كيلو وات. من جانبه أشار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت وهيب غانم إلى أن مثل هذه المشاريع يجب الاستفادة منها لتستمر في تقديم الخدمة للأهالي ولترفع المعاناة عنهم. من جهته أكد مدير عام المديرية على أهمية المشروع الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية ليتم إيصال المياه الصالحة للشرب لكل منازل مركز الصدارة والمناطق المحيطة بها والتي يقدر سكانها بحوالي 6000 نسمة بعد أن تعثر لأكثر من 14 عاماً. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على أهالي مديرية حجر بمحافظة حضرموت في إطار جهودها لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث استفاد من المعونات المقدمة العديد من الأسر الفقيرة المتضررة جراء الحرب. من جانبه أكد مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي على أهمية هذه السلة الغذائية في سد حاجة الأسر المحتاجة من أبناء المديرية، مشيدا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات في حضرموت في مختلف الجوانب الإنسانية والخدماتية عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. كما وجه المستفيدون من هذه المساعدات جزيل شكرهم لقيادة الإمارات الرشيدة ولهيئة الهلال الأحمر، معتبرين أن هذه المساعدات جاءت في توقيتها لتأمين احتياجاتهم من السلع الضرورية. دشنت مديرية الشحر صباح اليوم فعالية الذكرى المأوية لمدرسة مكارم الأخلاق التاريخية للتعليم الأساسي للبنين والبنات برعاية محافظ محافظة حضرموت، وذلك بافتتاح معرض الوسائل التعليمية والتقنية والتراثية الشعبية لطالبات المدرسة من قبل نائب مدير مكتب وزارة التعليم بساحل حضرموت الأستاذ صبري بارمادة بمعية مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق. وشملت الفعاليات الخاصة بالذكرى المأوية لتأسيس مدرسة مكارم الأخلاق على معرض يضم مختلف الأقسام من مراحل تعليم الفتاة الابتدائية والقرية التراثية، إضافة إلى الابتكارات والتجارب العلمية والتقنية والمجالات الحائطية، وعرض صور لأعلام وشخصيات بدأت مشوار تعليمها الابتدائي والأساسي في المدرسة. وكما تشتمل هذه الفعاليات في إقامة ندوة علمية يشارك عدد من الباحثين التربويين تتناول المراحل التي مرت بها هذه المدرسة، إضافة إلى مباراة في كرة القدم. هذا وتعد مدرسة مكارم الأخلاق أول مدرسة أهلية بمحافظة حضرموت، تأسست عام 1919 للميلاد. نظم أهالي حي الرابع عشر من أكتوبر بديس المكلا وقفة احتجاجية ثالثة ضد بيع قطعة أرض تابعة للدولة تسمى الميليشيا الواقعة في حيهم السكني لصالح مستثمر، مطالبين بتحويل المبنى إلى مصلحة عامة. وطالب الأهالي السلطة المحلية بالمحافظة المتمثلة بالمحافظة البحسني بالتدخل والتوجيه بإنشاء المشروع يصب في مصلحة المواطنين. وقال رئيس الحي الأستاذ مروان أحمد الحبشي أن هناك إجماع في الحي على رفض بيع مبنى الميليشيا ومطالبات الأهالي بتحويل الميليشيا إلى مصلحة عامة. يذكر أن المبنى قد تم بيعه إلى مستثمر حضرمي قبل نحو 10 سنوات في عهد النظام السابق، وأوقفت عملية البيع بفضل قرار اتخذ بالإجماع من المجلس المحلي لمدينة المكلا في عام 2008، وأقر بناء مركز صحي حكومي لأبناء الديس لتعود القضية نحو خطف مبنى الميليشيا مجددا ومواصلة هدر المصالح العامة. نفذت الدائرة الاجتماعية بمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الشحر البرنامج التدريبي للكوادر العاملة في مراكز جمعيات ذوي الإعاقة، والذي يأتي تحت شعار دور الإخصائي الاجتماعي في تنفيذ برامج وأنشطة تنمية القدرات للمعاقين، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومجموعة البراءة لحماية الطفل بحضرموت. ويستهدف البرنامج التدريبي 25 متدرب من مديريات الشحر وغيلبة وزير والديس الشرقية والريدة وقصيعر، ويهدف إلى رفع قدرات العاملين بمفاهيم علمية ومهنية في كيفية العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية، وتمكين العاملين في تلك المراكز
إفساح المجال أمام المعاق دون تعثره في العملية التأهيلية، وتقديم الدعم النفسي ومهارات التواصل، وتطوير العاملين في كيفية تصميم البرامج والأنشطة لتنمية قدرات المعاقين. نهاية النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت. تدشين مشروع مياه منطقة الصدارة وضواحيها بمديرية حجر. تدشين فعاليات الذكرى المئوية بمدرسة مكارم الأخلاق التاريخية بمديرية شهر. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.